إذن مستمعات اليوم في شيوات تبدا نتي غادي نقترح لكم طريقه تحضير الشناك بالزبيب والفواكه المعسله. غادي نحتاجوا في العجين ديال الشناك الكيلو لاروب ديال الطحين فورس الخاص بالحلويات، كاس كبير ديال المدافي، جوج معالق كبار ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، جوج معالق كبار ديال حليب بودره، جوج معالق كبار ديال الزبده رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، ربع معلقة صغيرة ديال الملحة، وجوج ساشيات ديال الفاني. وغادي نحتاجو بالنسبة للكريم باتيسير غادي نحتاجو نص سيترو ديال الحليب، نص دامتي زعفران، ربعة المعالق كبار ديال السكر، وجوج معالق كبار ديال الكريم باتيسير اللي كتباع اللي كتكون على شكل بودرة. فغادي نعاود بالنسبه للشناك بالزبيب والفواكه المعسله والكريم باتيسير، قلنا غادي نحتاجو في العجينه الشناك كيلو لاروب ديال الطحين فورس، كاس كبير ديال المدافي، جوج معالق كبار ديال الخميره المعجونه ديال الخبز من الافضل الفوريه، جوج معالق كبار ديال حليب بودره حليب غبره، جوج معالق كبار ديال الزبده رطبه واخده درجه الحراره ديال المطبخ، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ربع معلقه صغيره ديال الملح، وجوج الاكياس جوج ساشيات ديال الفاني. وقلنا في الكريم باتيسير اما نوجدوها بطريقه ديالكم اما ناخذوا تكون واجده ديك البودره جوج معالق كبار ديال بودره الكريم باتيسير داك المسحوق ديال الكريم باتيسير جوج معالق كبار منه مع نص سترو ديال الحليب وربعه المعالق كبار ديال السكر ونص دامتي زعفران. غادي نمشيو للطريقه. اول حاجه هو اننا نعجنوا هذيك العجينه ديال الشناك، ناخذ داك كيلو لاروب ديال الطحين ونديروا ليه جوج معالق كبار ديال الخميره ديال الخبز وجوج معالق كبار ديال الحليب غبره يعني البودره وجوج معالق كبار ديال الزبده رطبه وثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، ونديروا شويه ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه وجوج الاكياس ديال الفاني، ونخلطوا ونضيفوا كاس كبير ديال الماء دافي نجمعوا به هذيك العجينه مزيان. كيبقى الاختيار ديالكم، ممكن تخلطوا كل شيء في دقه واحده وتجمعوا العجينه مزيان بالماء دافي، ممكن انكم تخلطوا كل شيء الا الزبده تخليوها يعني في اخر مرحله، وكان ناخدو هذاك الخليط ديال العجينه كنعجنوها مزيان بالماء دافي كتجمع لينا، وكنعاودو ناخدو دوك جوج معالق كبار ديال الزبده رطبه وقت درجه الحراره ديال المطبخ كنديروها ونعاودو ندلكوها ونعجنوها مزيان. يعني ممكن ديروا الزبده من الاول في الخليط، ممكن على انكم تعجنوا شناك بالماء دافي وتخلطوا المقادير كامله الا جوج معالق كبار ديال الزبده رطبه حتى تجمع لكم العجينه، غير تجمع ديروا ديك جوج معالق ديال الزبده رطبه وعاودوا دخلوها في العجينه، ومن بعد خليوا هذيك العجينه دلكوها مزيان وخليوها ترتاح مغطيه بلاستيك الغذائي تقريبا واحد نص ساعه حتى كتلق راسها. ومن بعد كنمشيو كنكونوا حضرنا ديك الوقيته اللي هي كترتاح ديك العجينه تشنيك، نمشيو نحضروا الكريم باتيسير. ناخذوا كاسرونه على عافيه مهيله ونديروا داك نص سترو ديال الحليب مع ربعه المعالق كبار ديال السكر سنيده مع جوج معالق كبار ديال مسحوق ديال الكريم باتيسير اللي كيتباع بودره اللي كيكون غبره، جوج معالق ديال الكريم باتيسير غبره، وكنضيفوا نص دامتي ديال الزعفران، وكنخلطوا هاد الشيء كله مزيان يتخلط، وعاد نديروا على العافيه في كاسرونه على عافيه مهيله ونبقاو نحركوا بالمعلقه ديال الخشب. كنبقاو نخلطوا مزيان هذاك الحليب مع السكر سنيده مع المسحوق ديال الكريم باتيسير مع نص دامتي زعفران، وكنبقاو نحركوا حتى داك الخليط ديال الكريم باتيسير كيبدا يعقد، وخارج النار نضيفوا واحد طريف ديال الزبده باش ما ديش لنا داك القشره، وكنغطيوها وكنخليوها ريتما انه ديك العجينه تفوت نص ساعه وتطلق مزيان. من بعد كناخذوا العجينه وكنورقوها بالمدلك على شكل كبير على شكل مستطيل، وكناخذوا هذيك الكريم باتيسير اللي كتكون بردات وكنديروها يعني في الوجه ديال هذيك بعد ما طلقنا ديك الشناك على شكل مستطيل فوق البوطاجير ولا فوق شي طبله، وكنبقاو كنديروا هذيك الكميه ديال الكريم باتيسير على حسب، ممكن ما تجيناش الا جاتنا كثيره غادي غير نغطيو مزيان هذيك الكريم باتيسير نغطيو بها هذيك العجينه ديال الشناك ونحاولوا ديك الكريمه ما نوصلوهاش للجناب. ومباشره كنديروا زبيب كنرشوها كزبيب، ممكن نديروا اي حاجه بغينا دوك الفواكه المعسله مقطعين طريفات صغيرين، دابا راه كاين الوان مختلفه ونديروا داكشي اللي بغاو يعني اللي كنبغيو، فواكه معسله او زبيب او لا ممكن نديروا الفواكه معسله وزبيب فوق من بجوجهم خلطين فوق من هذيك الكريم باتيسير، ممكن ديروا الكريم باتيسير بوحدها، ممكن ديروا الكريم باتيسير فيها غير زبيب بوحدو على حسب. بعد كنبقاو نروليو كنبقاو نبرمو هكا
على شكل حريبل طويل حتى كتولينا كلها يعني ملفوف ديال هذاك الشنك. ومن بعد كنحسبوا صباعو كنقطعوا وكنبقاو غاديين حتى كنقطعوا كاملين هذاك الشنك. ومباشره كنستفوه في لاطه ديال الفران مفرشه بورق سلفوريزي كندهنوها بالبيض مخلط مع شويه ديال الكاكاو داك المر وكنخليهم يخمروا المره الثانيه ومن بعد كندخلوهم الفران. ملي كيطيبوا كيتحمروا كيكونوا مازالين سخان كندهنوهم بالناباج اولا كندهنوهم بالكونفيتور كيجيو ممتازين. ونتمنى انكم تجربوا هاد الشنيك بهذا الشكل وبالصحه والراحه.